ومن واشنطن أيضا ينضم إلينا إلي يوسف المحلل السياسي. سيد إلي، ما هي المكاسب التي حققها ترامب بعد هذا التصويت؟ مساء الخير لك وللمشاهدين. أعتقد أن يعني المكاسب يمكن القول بأنه لا تحصى، لأن الرئيس ترامب بالأمس أيضا بحسب العديد من التقييمات التي صدرت في أعقاب خطابه عن حل الاتحاد حقق الكثير من الانتصارات إذا صح التعبير، خاصة عندما عدد القضايا التي أنجزها خلال السنوات الثلاث الماضية. اليوم عاد التصويت على تبرئته من التهم التي وجهت إليه، وخصوصا يعني من مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيين، يعني عمليا يمهد الطريق له من أجل خوض معركة انتخابات ناجحة في نوفمبر المقبل، وخصوصا أن يعني الحلبة على المستوى الجمهوري خالية له تقريبا، رغم وجود ثلاثة مرشحين آخرين، لكن في مقابل يعني المعركة التي يخوضها مع الديمقراطيين نحن شاهدنا خلال اليومين الماضيين وخصوصا يوم الاثنين عندما بدأت الانتخابات التمهيدية عبر التجمع الانتخابي الذي حصل في ولاية أيوة. كان هناك فوضى عارمة حتى الأمس، يعني بدأت بظهور نتائج من تلك الانتخابات على مستوى الديمقراطي، وبالتالي هو يدخل يعني هذا العام وهو مرتاح من الناحية السياسية. طبعا أنا لا أتحدث يعني بمعنى أدافع عن الرئيس ترامب أو أنتقده، أنا أحاول أن أوصف ما هو الواقع. طيب هو سيد إليها، هل ما زال في جعبة الديمقراطيين أقوى مما سعوا إليه في هذه الجلسات؟ أنا لا أعتقد أن هناك المزيد في جعبتهم، خصوصا وأن القضايا التي كانوا يحاولون أو التي يعني توفقوا بها، بمعنى استطاعوا أن يعني يمسكوها على الرئيس، حتى هذه اللحظة لا يبدو أن هناك قضايا يعني جاهزة، لكن لا أحد يعلم هل يمكن أن يقع الرئيس ترامب أيضا في أخطاء أو في ممارسات يمكن أن تفسر بأنها أيضا مخالفة للقانون، لا أحد يعلم، لكن حتى هذه اللحظة أنا لا أعتقد أن بإمكان الديمقراطيين الآن أن ينالوا من ترامب، خصوصا وأن المعارك التي حاولوا خوضها ضده تمكن من يعني من الخروج منها سالما، رغم محاولتهم في الفترة الأخيرة وخاصة مع قضية العزل حاولوا قدر الإمكان أن يؤخروا عمليا يعني التصويت، لأنهم كانوا يرغبون في إحداث أكبر ضرر ممكن سياسيا في صورة الرئيس أمام الرأي العام الأمريكي، وهذا يعني عمليا لم يتمكنوا من تحقيقه، بدليل أن مجلس الشيوخ صوت وبشكل سريع جدا على إنهاء هذه القضية ورفض يعني أيضا القبول بأي شهود، وبالتالي هذا ما سمح لهذه المحاكمة أن تنتهي بوقت قياسي كما شاهدنا. إذن هذه المحاكمة كانت من أجل القانون والدستور الأمريكي أم كانت من أجل الانتخابات؟ هي من أجل القضيتين، يعني هناك على الأقل على المستوى الديمقراطي من يقول بأن رفع القضية ضد الرئيس هي بهدف الحفاظ على الدستور، وطبعا يعني هناك صوت واحد كما علمنا أو كما شاهدنا من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذي قال أنه يصوت على الأقل في قضية واحدة لمصلحة يعني محاولة عزل الرئيس، لكنه رفض التصويت، وأنا أقصد السناتور ميت رومني. فبالتالي الموضوع هو بنظر الديمقراطيين دفاعا عن الدستور، لكن يعني في المحصلة هذه القضية فتحت، وهنا المفارقة، فتحت في العام الأخير من الفترة الرئاسية الأولى للرئيس ترامب، وبالتالي من كان يرغب
بأن يعني فقط أن يدافع عن الدستور، كان يمكن أن يعني يشعل جدالا طويلا عريضا ولا يأخذ الأمور إلى حافة أو إلى قضية العزل في سنة انتخابية، وهذا الأمر له محاذير جدا على مستوى الرأي العام الأمريكي. التعاطف ساعات في هذا الوقت قد يكون أكبر بكثير مع الرئيس الذي يمكن أن تنتهي ولايته من دون يعني عملية عزل، وبالتالي يعني كان نوع واضح أن الهدف هو فعلا الهم أو هم انتخابي ليس أكثر من ذلك، على الرغم من الموقف المبدئي الذي يعني طالب به الديمقراطيون بأنهم يحاولون الدفاع عن الدستور. نعم، برأيك كيف ستسير العلاقة في الفترة القادمة بين مجلس النواب والرئيس ترامب؟ من يراقب أو من راقب أمس يعني لغة الأجساد كما رأيناها ما بين الرئيس ترامب ورئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي وحتى مع أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب من كلا الحزبين، يعني هذا أمر يعني هو ليس غريبا، أنا أقصد في من ناحية الشكل الذي عادة تلقى به كلمة الرئيس في هذه المناسبة، لكن ما يجري وما جرى عمليا له انعكاسات خطيرة. هذه أول مرة تصل الأمور إلى سيد لي أرجو أن تنتظر معنا.